وبدأنا يبقى في تحركات بالتأكيد. يعني بدأت التحركات من النادي الأهلي للتعاقد مع بعض اللاعبين. في تحركات طبعاً. في من تحركات جوه مصر طبعاً. ولا من بره؟ على حسب احتياجات الجهاز الفني. على حسب احتياجات الجهاز طبعاً. الفني. بدأنا نتحرك يعني. فبدأت أوريدي. طبعاً. وضع طبيعي. أصل الوضع طبيعي، أنت في الأول والآخر يعني مش هتقول يعني لا إحنا هنستنى لحد آخر سطر يعني. لازم تبقى مجهز نفسك وعلى حسب الرؤية الفنية اللي بيطلبها مارتن لاسارتي. طبعاً احتياج الفني. احتياجاته كمدير فني. طيب كابتن سيد، يعني عايز